بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم الشخصي يوسف شهاب أبل طفلين أنور وآدم وأنور. الوضعية ديالهم مرض لي معاقين وأنا كفيف. غير مع الوليدات الأعصاب والطونسيون المشاكل والوليدات مرضوا صافي ويوقع المشكل. حكي لي كيفاش الوليدات مرضوا لي بجوج بهم، مرض لي آدم ومرض لي أنور. شنو المشكل اللي خلاهم يمرضوا؟ هذاك شي قسم لي من الله هو هذاك. آدم عنده دابا 11 عام. كنتي قلتي لك بأنه كان عندك زواج القرابة. كان عندي زواج القرابة، ولكن مع التحاليل وداك الشيء اللي درنا تبين أن ما كانش صيلة بداك الشيء. كان الحمد لله شي قسم الله هو هذا. الوليدات مرضوا صافي، تعصبت طلع لي طونسي وضرب لي الشبكه ومرضت، ما بقاش عندي الخاطر لي داكشي صافي. المرض اللي ادامه في ادم تزاد في 2011 تزاد ادم بخير مزيان، تبع له التحاليل الطبيب ديالو مزيان، تزاد لاباس عليه بخير وعلى خير، ما عنده حتى شي مشكل. وصل 6 ديال 7 ديال الشهور حاول يوقف صافي ويمرض. المرض ما بقاش كيقدر يوقف ولا يتمشى ولا شي حاجه، والو عاد غير في الارض. كيفاش اكتشفتي بانه مريض؟ جات واحد سخانه عاديه، ماشي جات شي سخانه بزاف، لا غير سخانه بسيطه عاديه، ما بقاش الولد صافي، ما بقاش كيتحرك. زينا دينا للطبيب قال لك خصكم ديروا له سكانير، درنا لي سكانير، خرج سكانير مزيان، دير قال لك ديروا لي التحاليل، درنا لي التحاليل، خرج التحاليل مزيانين ما فيهم حتى شي مشكل. عاودنا ردينا عن طبيب قرا داك الفحوصات وداكشي، قال لك هذا الولد كيحتاج للترويج. ممكن تشخص لنا شنو الاعاقه اللي عنده؟ رجليه ما كيتمشاش بهم، كيتمشى صعيب، باش يتمشى خصك الا بغيتي دير شي بلاصه خصك يشد فيك عاد تمشي انت وياه، ما يتمشاش لك مزيان. صافي هي هذيك، درنا له الفحوصات، ردينا من الطبيب قال لك هذا الولد كيحتاج الترويج. من ديك الساعه وحنا معاه في الترويج، ترويض 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 يوميا، ترويض ثلاثة ديال المرات في السيمانه، والترويض صعيب شويه، ماشي ترويض ساهر، كيطلب مصاريف، وحنا الحاله ضعيفه، داكشي اللي عطى الله ضربنا به معاهم الغالب الله. ما بقى الوليد الصغير هو وقع له نفس كما وقع لادم وقع لانوار. هو دابا انوار عنده دابا 6 سنين ونص وما كيتحركش، كيتمشى غير على كرشو، ما يمشيش لك على رجليه ولا شي حاجه، كيمشي على كرشو ما يتمشاش لك على رجلي. نفس السن، نفس السن وقع ليه، وقع ليه الخوه، وقع ليه هو، دار هو 7 شهور هو بغى يوقف مرض. عاودنا هو دينا، درنا له التحاليل، درنا ليه سكانير، درنا ليه ليسوان، ما خلينا ما درنا له، كترجع عن طبيب في الاخر كيقول لك شوف كيحتاج الترويض. انا الترويض الغالب الله، الترويض راه بزاف عليا، ما قدرتش الترويض، ما حيلتش نجري بهم هما في السبيطار والترويض، ولا نخلص الكرا وانا عاجز عن العمل، كفيف ما كنخدمش، ما عندي لا مدخول قار لا والو، الكرا كياكل فيا، والمصاريف ديال الطبيب خاصني ليها، وبزاف ديال الحوايج. وكنوجه نداء من هذا المنبر لجلالة الملك الله ينصرو الى شاف لي هذا الفيديو، ينقذ هذه الاسره من الضياع. راه وليدات ما خصهمش يضيعوا في المجتمع. الحاله المعيشيه ديالي، انا كنمشي للمارشي، كان ندير كلينيكس، ندير هادي وندور مع الناس وصافي، تشلع طلع وهذا، ونجي خصني ضروري نجيب لهم هما ما ياكلوا، وضروري خصني نجيب باش تخلص لهم الكرا، وغادي نخلص الموضه، وغادي عاد المصاريف ديالهم ديال الطبيب، عاد المصاريف اليوميه ديالهم،
والله غالبي اخي ما قراتش. انا لو كان كان عندي غير سكن ونتعابز معاهم باش ندير لهم الترويض ما قراتش، ولكن الغالب الله ما عنديش اخي ما كذبش عليك. كنتمنى من هذا الفيديو اللي شاف يبارطاجيه الا كان شي بعد محسنين يوقفوا معنا في سبيل الله، الله يجزيهم بخير. ولا هذا الفيديو شافوا جلاله الملك الله يطول عمره الله ينصره يحاول ينقذ هذه الاسره من الضياع. راه وليدات ما بغيتهمش، الهدف عندي من هذا الشيء كله انا ما بقاش كيهمني راسي، هاد الوليدات ما بغيتهمش يضيعوا. هاد الوليدات غدا ولا بغدا غيعودوا في المجتمع، غادي يعودوا ينفعوا المجتمع ولا ينفعوا روسهم ولا ينفعوني انا. وغدا انسان الى كبر كيعود صعيب عليه باش يعيش، هو مريض كيفاش غادي يدير؟ هو ما كيتحركش ما كيوقفش، كيفاش غيدير تيعيش؟ راه ما عندوش، راه الغالب الله. هي اتجهت للعماله، اتجهت لمؤسسات اخرين حتى شي حاجه ما كاين. عمر شي عون سلطه ولا شي حاجه ما كتمشي عندهم كيقول لك غنديروا لك، حنا راه غير اداره بحالنا بحالك، راه ما عندناش ما نديروا لك. كتدفع الطلب كيقول لك سير واخا واخا واخا، حنا راه غير كيقول لك حنا غير اداره ما عندناش ما نديروا لك، اش غنديروا لك؟ حنا راه ما عطيناش الدوله ما نعطيوش، اش غنديروا لك؟ صعيبه ما نكذبش عليك، صعيبه بزاف. تصور انت ام ولي الكرم كيرحموكش يوصل الشهر خصك تعطيهم الشهر ديالهم، يجي الورقه ديال الموضوع خصك تخلص الورقه ديال الموضوع، وخصك المصاريف اليوميه، صعيبه بزاف. دوسها في سميتو، ولكن الحمد لله والشكر لله. المهم المصاب هادشي اللي قسم لنا الله هو هذا. اش غادي نقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا محمد رسول الله، حسبي الله ونعم الوكيل. كنتمنى كل من كيشوف هذا الفيديو يحاول يتعاون مع هذه الوليدات، يتعاون مع هذه الاسره. هما دابا راه محتاجين الترويض، والترويض ديالهم راه كيحتاجوا ثلاثة ديال المرات في الاسبوع، ولو الحصه ديال الترويض راه 100 درهم. واش غتصور دير الترويض لجوج ديال الوليدات؟ شحال غيقدك؟ راه واخا يكون عندك البحر يا اخي تقاد، راه الغالب الله. كنتمنى اللي شاف هذا الفيديو يتعاون مع هذه الوليدات لوجه الله، لوجه الله سبحانه وتعالى. حنا راه غير كارين مكرفسين اخي مع الكرم، مكرفسين مع المعيشه، مكرفسين مع السبيطار، مكرفسين مع حتى السيده مسكينه الا بغات تخدم صعيب عليها باش تخدم، لان عندها جوج ديال الحالات وكنخافوا عليهم بزاف. الا خرجت من الدار كتخاف على هاد الوليد الصغير كيمشي على كرش وكتخاف يمشي للبوطه، يمشي لشي بريز ديال الضو، يمشي لشي حاجه اللي خطيره. فاحنا ما نعاودش لك لا اله الا الله محمد رسول الله. كنتمنى الله سبحانه وتعالى يدير فرج من عنده. ما نكذبش عليك الغالب الله، مازلنا على الله، ما نكذبش عليك، ما عنديش شي مدخول باش نوجد لهاد العيد الكبير. نتمنى الله سبحانه وتعالى يفتح شي باب من عنده، والله يدير شي تاول ديال الخير. ما عنديش واش غنقول لك، العيد الكبير راه بغى مصاريف صحيحه، بغى الكسيوه الوليدات، بغى العيد، بغى بزاف ديال. وديجا عادي الا بغيتي تسافر بهم ضروري خصك ما تخليهمش، ضروري يبغيو يخرجوا تما بحال الناس، يبغيو يشوفوا، يبغيو يسافروا بزاف ديال الحوايج، ما غاديش تخليهم في الدار ضروري خصك. ماشي غير حيت هما نقولوا راه وليدات مراد غادي نخليهم، لا ما يمكنش، ما نرتاحش، ما نكذب عليك، ضروري خصهم يخرجوا يشوفوا بحالهم بحال الناس. ما عنديش، والحمد لله الحمد لله، والله ينصر جلالة الملك، عاش الملك. حنا راه مغاربه الحمد لله، وكنعرفوا المغاربه بانهم فيهم الخير وفيهم الاحسان، لا داخل الارض الوطن خارج الوطن. كنعرفوا الناس بانهم ما كيتخلوش على بعضياتهم في الظروف الصعبه. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى اللي شاف هذا الفيديو يبارطاجيه، والله يجازيكم بخير وشكرا. اشترك الان في قناه اشواق تيفي، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.